شفنا كيفاش تقدر تجيب سيتاب بثمن 2000 درهم وشفنا من بعد كيفاش تقدر تجيب سيتاب بثمن 3000 درهم. في هذا الفيديو الدراري غادي نوريكم كيفاش ممكن تجيب سيتاب بثمن 4000 درهم. الدراري 4000 درهم كتبان لكم الثمن اللي قليل، ولكن الدراري ما تصوروش شنو ممكن نشريو بها. داكشي علاش كمل معنا الفيديو حتى الاخر باش تشوف شنو ممكن اننا نطلعوا ب 4000 درهم سيتاب. اول حاجه الدراري اللي قلنا كيف ما ديما هي انك سيتاب خاصك ضروري تدبر ليه. اول حاجه تفكر فيها هي البيسي. البيسي هو اهم حاجه في السيتاب، شي الاخر في السيتاب كامل ما كيهمش بالدوغري اللي كيهم به البيسي. حيت البيسي هو اللي خدم لك لي جيمز، البيسي هو اللي غادي تخدم فيه في البروغرامات، البيسي هو اللي غادير به كلشي. يعني الخفه ديال الشي الاخر ما كيهموش مقارنه بالخفه ديال البيسي. السيت الاوفيسيال اللي ديما كنشرو من عنده اللي هو بيسي مراكش. شفتوا الدراري حنا دابا كنفكروا في سيتاب ديال 4000 درهم، شنو ممكن نشرو باش من بيسي ممكن نشرو بها. اوكي، اول حاجه غنمشيو للبيسي بيورو، نمشيو اونيتي سونترال ونشوفوا شنو هما الاختيارات اللي عندنا. ان با فو الكوا سي تو. دوك هادو هما الاختيارات الدراري اللي عندنا ديال البيسيات. نشوفوا شي بيسي اللي يكون مزيان لينا وفي السوق الثمن ديالو ناضي. وديما الدراري تفكروا بلي راه مازال خصنا نشريو حتى الكاش جرافيك. هاد البيسيات هادو اللي كيحطوا لينا هنا ما فيهمش كاش جرافيك، يعني حنا خصنا نخليو واحد الفلوس واحد الثمن ديال الكاش جرافيك اللي باغي نشريو. الدراري عندنا واحد بيسي عليه بروموسيون ديال 500 درهم. الله وجزاب الله. الدراري عندنا هنا ايسات 4770 تقريبا، بيسي بحال اللي عندي انا ايسات 4790 كا. الدراري الحاجه اللي زوينه هاد البيسي هو انه ما فيهش غير اتش دي دي، فيه حتى الاس اس دي. الدراري الاس اس دي كيبدل لك البيسي 360 درجه. الدراري كيولي كيشعل خفيف دغيا، كيشعل كيولي يخدم لك لي بروغرام بالزربه. يعني الاس اس دي كيعاون البيسي بزاف، ومن الاحسن انه يكون 16 جيجا في الرام، حيت 8 جيجا ولات غير بخيغوكي. من الاحسن انك تكون 16 جيجا، وبالتالي الدراري كتشوفوا 16 جيجا ولات عندنا 2950 درهم. واش يلا بدينا الدراري. واخا دبرنا دابا على اونيتي سونترال ب 2900 درهم، بيسي ناضي مأنتك في اس اس دي ديالو 16 جيجا في الرام وبروسيسور اللي زوين. ثاني حاجه هي اننا خصنا نشريو دابا الكاش جرافيك. شو اكسسوار جيمنج ومشو كاش جرافيك ديريكتور. واخا نشوفو شنو هما لي كاش جرافيك اللي عندهم الدراري. ها اوكي اوكي اوكي، كيما كتشوفوا هنا عندهم ام اس اي جي فور جي تي اكس 1050 تي اي ب 2250 درهم. كاتبين هنا غيبتيغ دو ستوك، ولا كتقدر تكون مازال عندهم في ستوك. الاحسن الدراري انكم تتصلوا بهم، تعيطوا لهم دوم معاهم في واتساب ولا لعيبات. غالبا الدراري كيكون عندهم داكشي في المحل، ما كيكونش السيت داير ابديتي. يعني شحال من حاجه كاين عندو في المحل ولكن ما كتبانش في السيس، واي حاجه كانت عندك فيها زعما فيها بالك زعما باغي تشريها ولا شي لعبه، عيط ليهم سولهم واش عندهم. راه غالبا غتكون عندهم واخا ما دايريناش في السيس، ولا تما كانت عندهم راه يقدروا يكومونديوها لك ويجيبوها لك حتى عندك حتى للدار. يعني الدراري كيف ما كتشوفوا هنا دبرنا على كاس جرافيك جي تي اكس 1050 تي اي ب 2250 درهم. واخا هذا ماشي هو الثمن ديالها حاليا، الثمن ديالها طالع بزاف، ولكن غالبا تكون الثمن ديالها قريب بحال هكذا. دونك دبرنا بيسي ب 2900 درهم، كاس جرافيك ب 2000 درهم، قلت تقريبا دابا ضربنا حد 4000 درهم. سو ديريكتوم دابا غادي نمشيو نقلبوا على ثاني حاجه اللي هي ليكرون. واخا نمشيو عشان المونيتور ونمشيو لغوميا 9 حاليا مازال في بيجي ديال 4000 درهم، ما يمكنش تشوفوا داكشي ديال الجيمنج ديال شي حاجه اللي مجهده بزاف. داكشي علاش غنمشيو نقلبوا داكشي اللي اوكازيون، داكشي زوين. المهم انت كيما كنقول نفس ليكرون هي اللي كتعجبني بزاف هنا عندهم كاملين، هي هاد سامسونج. الدراري سامسونج شركه راكم عارفينها معروفه بزاف وناضيه الصات، وما يمكنش انا المهم تنصب عليك في شي حاجه تكون عندها شي ثمن اللي ناقص، ولا تكون عندها شي كاليتي اللي ناقصه. سو ديما سامسونج تايقة. شوف دوك الشركات اللي معروفين ديما تايق فيهم، كتمشي لهم بعينك مغمضين، لا من ناحيه البيسيات لا من ناحيه التليفونات لا في اي حاجه. سو انا من الاحسن انا غادي نقول لكم هاد سامسونج هادي. واخا باي ذا واي انك اذا خديتي جي تي اكس 1050 تي اي غادي يكون الكابل اللي خاصها تلصق في ليكرون كابل اتش دي مي. هاد سامسونج هادي بالي ما فيهاش اتش دي مي، ولكن تدير واحد البلان هو انك اي تمشي عند اي واحد كيبيع داكشي لي زاكسسوار ديال البيسيات ولا التليفونات ولا شي لعبه، سولوا على داك اتش دي مي كونفرتر. او الدراري كيتلقاو داير بحال هكذا، الدراري كيتخشى فيه الفي جي ا، داك الكابل الزرق ديال الفي جي اللي كيتخشى في ليكرون، وهاد الاتش دي مي كيتخشى في الكاس جرافيك، وبالتالي كتقدر تخدم لك بلا ما تحتاج انك تمشي تشري شي ايكرون اللي اتش دي مي. هي راه بيان سور الكاليتي ما تكونش بحال بحال، ولكن الكاليتي قريبه لها بزاف، يعني ما كاينش شي فرق كبير. واخا دابا اول حاجه دبرنا على بي سي كاس جرافيك ايكرون ديريكتومون، دابا كنوصلوا للسوري والكلافي والكاسك والطابي. شنو ممكن تشريو في هادو ليكم اقل ثمن باش يجيكم بواحد
واحد البيوجي تقريبا ديال 4000 درهم. قالوا في السيد ديال بيسي بمراكش وبات لي ارخص واحسن ماوس ممكن تشريها واللي تيقاتها هي اللي هي ام اس اي كلاش. الدراري ام اس اي شركه معروفه وبالتالي لي برودوي ديالها ديريكت ما غتمشي لهم بعينك مغمضين. دونك عندنا ديجا دابا سوري بثمن 235 درهم ام اس اي كلاش زوينه 4200 دي بي اي. غالبا يكون عندها لوجيسيال باش تقدر تحكم بالدي بي اي ديالها. ما يمكنش يعطوك الدي بي اي ديالها الا ما كان زعما تقدر تحكم به تنقص فيه ولا تزيد فيه. دونك راه شي حاجه اللي مزيانه. ندوزو بالنسبه لي كاسك الدراري عاوتاني كاين عندهم ام اس اي ديال ام اس اي في الكاسك الدراري. شركه ام اس اي كيف ما قلت لكم شركه معروفه. دونك اي برودوي ديالها تقدر تمشي تثق فيه بعينك مغمضين. سيرتو ان الثمن ب 430 درهم ماشي حاجه اللي غاليه بزاف دونك مزيانه. وبالنسبه للكلافي الدراري لي كلافي الصراحه من غير لي مارك اللي معروفين الصراحه قلبت في هذا الاستثمار ما لقيتش فيه شي ماركه اللي معروفه. دونك الدراري من الاحسن انك لي كلافي ماشي متانفيستيش فيهم بزاف ديال الفلوس الا ما كانش شي كلافي ديال شي ماركه اللي معروفه حيت دغيا كيخسروا وما كيكون فيهم بزاف ديال لي زانكونفينيون. دراري انا حاليا كنشوف شحال من الكلافي اللي دوزت ديال شي ماركه اللي ما معروفاش جربت وديما كيخسروا لي. حاليا خسروا لي ثلاثه ديال الكلافي اللي كنت شريتهم زاد الزيكا ولا شحال من كلافي دراري كنت جربت وكاملين دغيا كيخسروا. وحاليا انا خدامه بكلافي عادي دراري كيف ما كتشوفوا. سو من الاحسن الدراري الا بغيتو شي كلافي بغيتو تشري شي كلافي اللي مزيان شوف الكريزر ام اس اي لوجيتيك هذوك لي مارك اللي معروفين في الكلافي. اما باش تشري شي كلافي اللي ما معروفش ما بلانش الدراري. وانا بالنسبه لي لي طابي الدراري انا بيرسونيلمون جربت لي طابي ما كتبان لي طابي ماشي حاجه اللي مهمه بزاف انا تكون شي كاليتي اللي هربانه. انا خدامه طابي عاديه وكنلعب حسن من شي ناس اللي عندهم طابيات ريزر طابيات ام اس اي وكذا. دونك الدراري طابي ماشي شي حاجه اللي مهمه بزاف غايه خصها تكون شاده كلافي وستوري. دونك الدراري علاش ما شفتها هنايا كاين واحد الطابي هنايا ب 30 سنتيمتر طابي كبيره الثمن ديالها غير 70 درهم والشكل ديالها زوينه الدراري وعندهم بزاف ديال الشكل ديال بابجي ديال بابجي. ديال لا ماب ديال بابجي. المهم الخوت كاين بزاف ديال لي طابي هنا ممكن تشريهم دونك بثمن 70 درهم وبالتالي كنكونوا ضربنا سيتاب بثمن تقريبا ديال 4000 درهم. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم الدراري. ما تنساوش الدراري ديروا لايك فيديو تابوناو فلاشين. وباي ذا واي الدراري قبل ما تسالوا الفيديو غادي نكون راني وليت كنستريمي في تويتش غالبا غتلقاوني دابا مورا ما تسالوا هذا الفيديو غتلقاو لي انا تحت في تويتش غتلقاوني غالبا مستريمي. اللي عنده شي سؤال على هذا السيتاب ولا اي سيتاب ولا اي سؤال كيف ما كان دوز عندي تويتش راني تلقاني لايف تمايا سولني تما غادي نجاوبك تما في سيف بلاص. ولا بغيتي نبقاو داوين محاتين تما شادين ستون اللي بغيتي ديروه. اي فوالا كان معكم فورس نقولكم دابا.